اليوسفي رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان. اليوم احنا كنتواجدوا أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل التعبير عن مجموعة من المواقف ديالنا تجاه التدبير السياسي على مستوى مدينة تفلت، واللي كتشوبوا مجموعة من التجاوزات والاختلالات واللي كتورط بشكل مباشر منتخبين كبار على مستوى المنطقة في تجاوزات وخروقات يمكن القول على أنها تنطوي على استغلال النفوذ وعلى الشطط في استعمال السلطة وعلى الابتزاز وكذلك النصب والاحتيال والتصرف في المال العام بسوء نية. هي إذن جملة من الممارسات والخروقات التي تكتسي طبع الخطورة والتي تستلزم ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تبوت تورطه في التلاعب في مصالح المواطنين عبر استغلال المراكز السياسية والوظيفية. التواجد ديالنا اليوم من أجل إثارة انتباه الرئيسة ديال المجلس الأعلى للحسابات السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي من أجل مطالبتها بضرورة إفاد لجان للافتحاص المالي من أجل الوقوف على حيثيات وتجاوزات خطيرة تطال مجموعة من القطاعات الحيوية اللي كتهم المواطن التفليتي في معيشه اليومي. السلام عليكم. صباح السجيع، رئيسة الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان. حنايا هنا كنتواجدوا أمام المجلس الأعلى للحسابات لا لشيء، فقط لتوضيح الأمور بأن عدة خروقات، تعمير، استغلال المال بسوء نية، تجزيء سري، خروقات عدة. بغينا أن كنطلبوا من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن تكون واحد لجنة افتحاص لمدينة تفلت لإظهار وإبراز وافتحاص الخروقات اللي كاينه تما. وهذا الشيء راه قالوا سي حسن اليوسفي، راه قال كل شيء. احنا اللي كنطلبوه هو ان مدينه تفلت تاخذ حقها تنمويا وتدبيريا، وكل شيء ياخذ حقه ويكون تكافؤ الفرص في عده مجالات. ويا الخلل شنو نقول لك، كاين في الهيمنه، في الهيمنة ديال الناس المسؤولين على المدينة. هنا في الهيمنة كاينة بزاف، ما نقدرش نقول لك كاينة الهيمنة بقوة. وكنتمنوا أن من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن تكون واحد اللجنة اللي تشوف هذه الخروقات هذه ويوضع لها حد ويكون إصلاح إن شاء الله، إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لمنبركم الكريم على هذه التغطية الممتازة لهذه الوقفة اللي نظموا واحد المجموعة من الأحرار وحرائر مدينة تفلت الذين أتوا إلى هنا أمام مبنى المجلس الأعلى للحسابات للمطالبة بإفاد لجان للتقصي والتحري حول مجموعة من الاختلالات اللي كتعرفها الجامعة ديال مدينة تفلت. على العموم هاد الإخوان، هاد الحرائر ديال المدينة أبوا اليوم إلا أنهم يجيوا ويوصلوا الصوت ديال الساكنة ديال مدينة تفلت نظير المعاناة اللي كيعانيوها من الاختلالات البنيوية ديال التسيير ديال مجموعة من المنتخبين داخل المدينة. إذا نحن اليوم هنا من أجل تمرير رسالة واضحة لمن يهمهم الأمر على أن مدينة تفلت أصبحت مرتع للفساد ومرتع لمجموعة من يعني المخالفات والاختلالات البنيوية. نتمنى من السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إفاد لجان التقصي إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.